الصوص تبعيتنا خلصت، رح جيبها وادلقها على الستيك. تتعرفوا كيف حضرت هيدا الستيك؟ في فيديو بـ The Famous Recipe ستيك، فيكن تفوتوا وتحضروها. رح ادلق صوص الانتريكو تبعيتي على اللحمة، وإذا بدكم تدلقوها كمان على خبزة، أنا بحب دائما أكلها كساندويتش. صار وقت ندوق. بتعقد، بلكي كان عمري 7 سنين وقتها أول مرة رحت على الانتريكوت ودقت هيدي الصوص، ومن وقتها بعدها معلقة براسي. هيدي الصوص بكلها مع اللحمة، بس كمان أنا بكلها مع الخبزة. أنتو كمان بدكم تتعلموا كيف تعملوا صوص الانتريكوت بالبيت. Let's do it. هيدي الريسيبي اتس سيكريت ريسيبي، ابدا ما بيعلنوا عنها، ما حدا عاطيها، بس في كثير شفيه عملوها وجربوها بالبيت وحطوهم على يوتيوب. اللي عملته انا منهم صابه منهم ما صابه ابدا، فتت وجربت اعملهم اكثريتهم عندي بالبيت، صرت اعدل فيهم شوي، زيد انجريدينتس، خفف انجريدينتس، لحديت ما وصلت لهيدي النتيجه، تقريبا 80 ل 90% من الطعمه يلي معودين عليها. في كثير من تكنيك هيدي الريسيت، بس كمان اهم شيء الدقه بالمعايير. خلينا دغري نبلش بالزبده على النار. على نار متوسطة بنحط طنجرة، رح حط 250 جرام من الزبدة يلي مقسمون على مكعبات بهيدي الطريقة، 30 جرام من الشالوتس وزيدهم فوقهم وقلبهم لحديت ما يشقروا. أول ما يشقروا عنا البصلات رح نطفي النار ونضلنا عم نحرك لأنه ما بدنا الزبدة تحترق. رح نجيب كمشة من البقدونس، تقريبا 13 جرام من البقدونس رح نحطه جواتهم و رح نخلطهم. زيادة فوقهم رح زيد السيج، ورق السيج، 5 ورق من السيج أو 6 إذا كانوا صغار. رح زيد فوقهم التاراغون أو الإسحاغون. فوق منهم رح زيد ملعقتين صغار من جوز الطيب. وفيليات الأنشوا الأنشوفي، رح جيب 8 فيليات من الأنشوفيز ورح زيدهم فوقهم. وولنوت عدد 6 متوسطين رح زيدهم فوقهم، واخر شيء الكابر عدد 8 من الكابر رح زيدهم. رح اخلطهم كلهم مع بعضهم منيح، بطفي النار وبالهاند ميكسر بخفقهم كلهم. اوريدي ريحتها بتعقد، من بعد ما فرمناها مزبوط رح اخذ شوي منها زيده ببول على جنب، وهلا بدنا نشيل البيض تبعنا، بدنا نجيب البيض تبعنا ونعمل المايونيز. بخلاط على الايد اللي بده يصير هلا، حطيت صفار واحد من البيض، حطيت ملعقه كبيره من الموتارد فين افور دو ديجون، رح زيد فوقهم عصره حامض وتقريبا ملعقه كبيره من الورتشسترشاير صوص. شويه ملح، ما بدنا نحط كثير ملح لانه اوريدي الانشوفيز فيهم ملح، وشويه بهار. بايد رح اقلط الخلاط، بلش اخفق البيض مع المسترد وورشستر صوص والحامض، وبايد ثانيه رح زيد فوقهم الصوص الزبده السخنه. رح نخفقها لحتى تجمد وتصير تقريبا مثل المايونيز او البيرنيز تبعيتنا. وخلصت، شوفوا الكونسيستنسي تبعيتها، هيدا يلي بدنا اياه، هيدي هي النتيجة يلي نحنا بدنا نوصل لها. رح اخذ صوص اللي خفقتها كلها ورح زيدها فوق الصوص الأولانية يلي عملتها بقلب الطنجرة. إذا بتشوفوا صار عنا لونين من الصوص، أول وحدة يلي عملناها مايونيز ويلي نفخناها مع صفار البيت، وتاني وحدة هي الصوص الأساسية اللي كنا عم نعملها بالطنجرة. رح نخلطهم اثنيناتهم مع بعض، وهون بلشت تطلع النتيجة تبعيتنا. أكيد بدنا نخلطهم على نار خفيفة، بس أهم شيء نطلع الحرارة لتقريبا 70 درجة، لأنه عم نستعمل هون صفار بيض لنكون قتلنا السالمونيلا الموجودة دايما بالبيض. بعد ما نخلص بنجيب ملعقة ومندوق. That's it. خلينا نحطها على الستيك وندوقها سوا. رح أدلق صوص الأنتريكو تبعيتي على اللحمة. وإذا بدكم تدلقوها كمان على خبزة، أنا بحب دائما أكلها كساندويتش. صار وقت ندوق.